شكرا. السؤال الآن إلى سعادة الأخ حسن بن سعيد كشوب ممثل ولاية صلالة، فليتفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أهلا وسهلا بمعالي الدكتور البروفيسور وزير العمل، وشكرا يا سعادة الرئيس، شكرا جزيلا على العرض المرئي اللي أول بيان نشوف فيه عرض مرئي ما شاء الله مرتب وجميل، مع أنه في بعض في البيان في بعض النسب غير صحيحة. نحن ما نريد نتطرق إلى هذا الموضوع عشان استقل الوقت. وأشكرك كذلك على طلبة التأهيل التربوي 2000 طالب اللي مولتوهم لوزارة التربية والتعليم، وأدعوكم للاستمرار في ذلك، وكذلك الاستمرار في الإحلال في وزارة التربية والتعليم. بتعرفوا وين الأماكن، أهلوا ناس ووظفوهم، شؤون البلاط وجهات أخرى، لأنه في البيان وفي العرض المرئي مش مذكور غير العمانيين كم النسبة. الشيء الآخر مكتوب أنه 85,000 ما شاء الله وظفناهم خلال هذه الفترة السنتين، 48% إناث، طبعا مع العقود المؤقتة اللي هي بالساعات. وبإمكاننا إن شاء الله إذا ما استمروا بعد سنتين نوظفهم مرة ثانية ونحسبهم مرة ثانية، كل سنتين نجي نحسب 85,000 ما شاء الله، ومكانك راوح، الوضع موجود كما هو. الشيء الآخر، أنتم شايفين الوضع اللي موجود هنا، أنت قناتنا الرسمية إلى مجلس الوزراء فيما يخص العمل، هذه ما تقدر تتملص منها، لا تقدر تقول أنا منظم صحيح، لكن أنت القناة اللي راح تنقل المعاناة عشان هم يفكروا معك وهم يجدوا حلول. الدولة هي المسؤولة عن توظيف المواطنين، تأخذ ثروات البلد وتستثمرها وتوظف مواطنينها، حصلت مواطنينها مش أكفاء حطيهم رواتبهم ويجلسوا في بيوتهم، وخذوا ناس أكفاء اللي أنتوا تعرفوهم. هذا فيما يخص هذا الموضوع. شركات كبيرة كثير جدا سكرت هذه السنوات، ونحن كذلك إذا اطلعنا في موضوع الباحثين عن عمل 10 سنوات حسبنا الإحصائيات والإعلانات اللي بتتم عن طريق الجهات الحكومية كم بيوظفوا، بنوظف كل المواطنين العمانيين وبالإضافة إلى باحثين في الدول المجاورة، لكن كأنها غير حقيقية. كأنها إذا سمعنا وزارة القوى العاملة قبلكم 10 سنوات، نرجع لورا ونشوف في البيانات وفي الإعلانات كم الوظائف اللي راح تكون في عمان خلال 10 سنوات هذه، تكفي بعض الدول الخليجية ونحن وما شفنا منهن شيء كذلك. لأنه نفس الشيء عندنا، نفتقر إلى خطة وطنية متكاملة. الآن وزارة التعليم العالي تقول إن وزارة العمل ما أعطتها الناس الباحثين عن عمل أو المتوقع يكونوا باحثين عن عمل كم عشان يعطوا منح في هذه التخصصات للمستقبل. ما في حلقة توصل، ما في شيء متكامل في هذه الدولة، كل واحد يشتغل لوحده بمعزل، والله هذه مش شغلي، التربية لوحدها، التعليم العالي لوحده، العمل لوحده، ما نجد حلول بهذه الطريقة أبدا، لا يمكن. والحل طبعا الأسهل دائما اللي أنا شفته إنه نلجأ إلى إنه هذه الأشياء، لاحظت السياسة المتبعة حاليا خلال هذه الفترة إنه ما في إيجاد حلول للمشاكل، إنما إيش الحل الأسهل؟ إسقاط الحقوق. زادت عندنا طلبات الإسكان والإباحات، نقول للأسرة. زادت عندنا الترقيات والناس يريدوا ترقياتهم، نقول إجادة، صح؟ زاد عندنا أي مشروع أي شيء زاد وما قدرنا نحصل له حل، ما نبحث عن الحل، نقول هذا خلاص مع إسقاط حقوق المواطنين. مثل أشياء كثيرة موجودة عندنا نحن في المحافظة كذلك، النيابات في هي طلبات كثيرة أسقطت، وأخشى ما أخشاه إنه كذلك تسقط بعدين، يقولوا عندنا ناس متقاعدين كثير وفي النظام نقول ما إلهم تقاعد. شكرا سعادتك، يعني بداية كان بديت زين، يعني مدحتنا، لكن بعدين عاد الدخلة الثانية هذه اللي
أول شاكر لك على الثناء الطيب والإشادة، وأيضا إذا في أي فروقات معينة أو حصل فيه أخطاء، يمكن أنا نسيت أنوه على أن كان فيه جمع في أحد الجداول، كان الجمع غير صحيح، لكن الأرقام صحيحة، مجرد الجمع رقمين صحيح، لكن في الحقيقة إعادة الحسبة، أي شخص يدخل سوق العمل ويرجع يتوظف مرة ثانية إذا طلع منه ما نعيد احتساب، نحن نحسب الجديد لسوق العمل فقط، واللي تم إعادة توظيفه هذا يدخل في المظلة الأخرى اللي نحن نسميها الدوران الوظيفي. رغم أن الدوران الوظيفي كثير من الأحيان يشغل ناس صار لهم سنتين وثلاثة، لكن نحطهم هناك أنه هذا دوران وظيفي عشان ما نستخدم أرقامهم، في لأنه أصلا الهدف يعني لازم كلنا نفهم هنا أن نحن ما نحاول ندور أن نلمع صورتنا وأن نحن جالسين نشغل لأجل إبراز أرقام، نحن نحاول نقول لكم هذا الواقع اللي احنا نشتغل فيه، وهذه المبادرات اللي طلعت، وهؤلاء الناس اللي اشتغلوا، جزء منهم بعدين تركوا سوق العمل 10% 15%، هذا أيضا شيء من طبيعيات الأسواق، يعني في ناس تستمر وفي ناس تخرج وترجع، والدخول والخروج إلى سوق العمل هذا أمر معروف ومتداول عليه في كل بقاع الدنيا. يعني الحين الدولة، وسواء هذه الدولة أو غيرها من الدول، مبنية اقتصاداتها في الأساس عشان خدمة أبنائها. أي اقتصاد، أي حراك، هدفه الأساسي هو استيعاب الناس واستخدام إمكانياتهم وقدراتهم حتى تبني اقتصاد رصين مستدام يحمل على أكتاف أبناء الوطن، وهذا هو اللي نسعى إليه كلنا. قد لا نتوفق في أن نوصل إلى نسب عالية، ولكن المحاولات والاستمرار فيها بحد ذاته هذا أمر واجب أن نحن نذكر أن نحن مستمرين فيه، وأيضاً أنه في حد مستهدفنا، ما في حد مستهدفنا لا ولا حتى مستهدف هذا المكان، أساساً أحجام اقتصاداتنا ضعيفة، ونسعى أن نقويها حتى ننافس الدول الأخرى، فبالتالي الإشكالية كلها في كيف نستخدم عقولنا وإمكانياتنا في الارتقاء باقتصاداتنا، وأعتقد أن نحن في أفضل حالاتنا من حالات التكامل، ما مرت على في آخر 5 إلى 10 سنوات تقارب بين الجهات الحكومية مثل ما هو حالياً موجود، يعني الوفاق اللي حالياً بيننا وبين الجهات ذات الصلة من تربية وتعليم أو تعليم عالي أو اقتصاد أو مالية أو تجارة وصناعة وترويج استثمار أو غيرها من الجهات المعنية في المناطق الحرة ومدائن، نحن في أفضل حالات الوفاق والتكامل حاليا، لكن حتى هذه الجزئية تحصل الناس الإشرافيين متوافقين، لكن حتى هذا الأمر ينزل إلى التنفيذيين يأخذ الوقت سعادتك أصحاب السعادة، فأيضا هذا شيء لازم ننتبه له ونعطيه حقه من الاهتمام، أنه ما في شيء تغيير أحيانا يأخذ وقت، وأيضا نحن بطبيعتنا الناس متحفظين في أشياء كثيرة، أخذنا المخاطرة مش عالي واجد مثل غيرنا، لابد أن نبدأ ننتقل إلى فعلا الممارسة والتصويب والتصحيح مع المضي قدما، ما نتأخر كثير في الدراسات، وهذا حاليا النهج بدأت تنتهجه معظم الجهات، وأيضا توجيهات فيه واضحة وصريحة. بالنسبة للنظام التقاعد بالعكس، المنظومة اللي جاتكم الحين أفضل وأكبر دليل على أنه الحماية الاجتماعية في طريقها لشمول الجميع من الولادة إلى الوفاة، وما بعد الوفاة حتى أبناء المتوفى أيضا مشمولين في الحماية الاجتماعية، فبالتالي الموضوع فيها تكامل كثير، ننتظر منكم أيضا دراستها، وإذا عندكم أيضا تعقيب إضافي هذا شيء يروح في ذاك المسار، يعني وزارة العمل ما معنية حاليا فيه بقدر المنظومة نفسها، لنحن أيضا نسعى للاستفادة منها كونها أن تمس في الأصل الموارد البشرية وتمتد إلى أنها تغطي فئات أخرى معها. شكرا لسعادتك، جاهزين للتعقيب مالك إن شاء الله. شكرا معالي الدكتور، جزاك الله خير على الرد وعلى رحابة صدرك، نحن نتحمس للبلد فقط والله ما عندنا شيء آخر، فنحن نفس الشيء في موضوع مال الترقيع وغلاء المعيشة، يفترض أنه يفرض من عندكم،
غلاء المعيشة. وكذلك التوفير أنتم اللي في إيدكم أنه إذا نزلت وظائف حكومية تسرعوا في إجراءاتها. الآن بعض المؤسسات في 6 أشهر ما وفرتوا لهم حتى الآن، هذه بإمكانكم أنتم توظفوا بسرعة وتخلصوا لهم إجراءاتهم اللي موجودة هناك. لأنه نفس الشيء التضييق على المواطن هذا ما يخدم عمان. إذا حطوا لهم غلاء معيشة 300 ريال في رواتبهم يمكن تحل مشاكل كثيرة. كذلك العقود الموجودة مع الشركات، بعضها اللي تأخذ عقود توظف لعمان تل وتوظف لشركات أخرى، هذه تمتص دماء هذه للموظفين. يعني يجب أنه تربحها يكون من شيء آخر، مش من وظيفة مواطن عماني. التوظيف يكون مباشر لهذيك الشركة، لهذيك الشركة، بدل ما يكون بناء عليهم. الشيء الآخر، في بعض الناس بيشتكوا من ساعات العمل الطويلة بدون أوفر تايم في الشركات، هذا موجود في مسقط هنا نفس الشيء، قطاع خاص بعد الساعة 5. والشيء الآخر، الشيء المهم جدا، إنه لازم يكون في استراتيجية مثل ما ذكرت أنت الآن معاليك مع جهاز الاستثمار ومع الجهات الأخرى، لأنه بنستثمر في طاقة الفضاء، ما أعرف في ناسا وتاركين الأشياء اللي هنا. الأشياء اللي عندنا بسيطة ما محتاجة حتى تعليم كثير، نعمل للمواطنين مزارع، نعمل لهم صناعات تحويلية بسيطة، شركات يعيشوا منها، وهذا ما محتاجة إنه نشارك نحن واستثماراتنا 60% منها خارج البلد. ما نقدر نتابعها، مثل المبلغ اللي خسرناه في بلغاريا يمكن 3 مليار في البنك أفلس، هذا ما نقدر نتابعهم. أقل شيء هنا إذا كانت الاستثمارات جهاز الاستثمار والاستثمارات الأخرى في عمان، جهاز الرقابة يقدر يتابعها. نحن أعضاء مجلس الشورى عرضنا قبل أنه نتابع نحن الجهات الحكومية هذه، قالوا بتعيقوا العمل التنفيذي والخطة 5. إن دقيقتين مالك فيها بركة واجد الثانية. سألت واجد ما شاء الله عليك. طيب، عموما تسريع الإجراءات، أول شيء الإجراءات لازم نعرف إن فيه فترات مرجعية للإعلان، وبعدين في فرز، وبعدها يعني على حسب الموارد اللي عندنا استدعاء للمترشحين واختبارهم، ثم أيضا إجراءات إدارية أخرى. فيعني أتصور أن أقل فترة ممكن نخلص فيه يمكن 3 أشهر. فحاليا نعمل أن نحاول نسرع هذا الإجراء بحيث أن ما نعدي هذه الفترة. مع ذلك أحيانا طبيعة بعض الأعمال وطبيعة بعض الإعلانات يتطلب أحيانا فترة إضافية، أو الأمور الخلفية اللي تتم من متابعات تأخذ شوية أوقات إضافية. أما بالنسبة للعلاوات الإضافية وهذه الأشياء، هذه أظن تدرس بشكل متكامل مع أنظمة الأجور بشكل كامل. بالنسبة للعقود والساعات الإضافية في الشركات، إذا في شيء يمكن ما يوصلنا هذه المعلومة، لو هم الناس تواصلوا معنا، الأنظمة معروفة إنه ساعات العمل الأساسية كم وكم بعدها يبدأ الأجر الإضافي. لكن في بعض الموظفين عندهم مبادرات من عندهم إنه يقوم بعمل أداء إضافي للشركات اللي هم فيها. حقيقة في آخر 2 سنين الوضع الاقتصادي كان صعب، ولا أخفيكم إن نحن حاولنا قدر الإمكان إن ما نمس شركات معينة حتى أيضا ما نساهم في الضغط عليها بشكل أكبر ولا تنهار، لأن قيمنا كم عدد العمانيين اللي فيها وحاولنا إنه ما نتدخل فيها كثير، لأنه الوضع كان صعب، نريدها بس تعدي الأزمة. الحين الحمد لله بدأنا نتخارج شوية، وبدأ أيضا العمل يكون فيه لجان مختصة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في تلك القطاعات، بنبدأ نشتغل فيها بشكل أكثر وضوحا. شكرا. حتى شركات توظيف.